احنا مسا على الناس الكويسه، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بوكيمون الترا سان شايني راندمايزر نازل تشالنج على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، والنهارده نكمل رحلتنا في اقليم الولا المشمس جدا. بس طبعا قبل ما نبدا حلقتنا بنعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه، لو عجبكم محتوى فكره قناتنا يا ريت يا جماعه السوشيال دعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان تفوتكوش اي حاجه محتوانا، وطبعا بتساعدونا نوصل هدفنا 3000 مشترك. وتعالوا نراجع مع بعض على فرقتنا اللي هي حاليا مكونه من الست بوكيمونات الاتيه. في تغيير تاني حصل، واضح ان احنا محتاجين نعمل هيلينج، وانا ناسي معايا هايتن التراكيون، بوكي فانزون السيربيرير، سامر الشارزارد، بيتر الكينجرا، وزي ما انتم شايفين كينجرا. انا قررت ان انا هطوره يدويا البوكيمون ده. ومعانا بعد كده اشرف الكاكليون، واخر بوكيمون معانا سلطان الميجا ماتجراس. طبعا الحلقه اللي فاتت كان المفروض انه سيدرا اتعلم الهجمه بتاعه مادي ووتر اظن، فهتاكد برضو من الفيديو اللي فات، لانه زي ما قلت لكم اثناء ما انا كنت بسجل حصل كده في النص اعطال فنيه خلت البروجرس بتاعي والتقدم بتاعي في اللعبه يروح خالص، واضطريت اعيد حاجات. فطبعا انا ناسي ان احنا المفروض نعمل هيلينج، فاحنا هنرجع بسرعه على البوكيمون سنتر. والنهارده انا مش عارف بالظبط احنا هنعمل ايه، بس مبدئيا يعني كالعاده لعبه بوكيمون سان ومون والترا سان والترا مون كانت من اول الالعاب اللي بدا فيها يعني في خط معين تمشي عليه، وفي طريق اللعبه محددهولك جدا جدا. هو اي لعبه بوكيمون تقريبا ما عدا طبعا سكارلت وفايلت، و يعني ممكن برضو نقول على ليجندز ارسيس، بس يعني هو في خط معين لازم تمشي فيه، وتحديات معينة لازم تخلصها علشان مناطق تانية أو أجزاء تانية من اللعبة تتفتح لك. بس سان ومون والترا سان والترا مون خدوا الموضوع ده بشكل يعني جدي زيادة عن اللزوم، وزي ما انتوا شايفين دايما كل حتة جديدة مفروض نروحها أو كل خطوة جديدة لازم نعملها في اللعبة بيكون عامل لك علامة في الخريطة، لا تعالى هنا، لا روح هناك، طب كلم فلان كلم علان. معرفش يعني، ممكن حتى من هذا المنطلق أسألكم سؤال حلقة النهاردة، هل أنتوا بالنسبة لكم فكرة الألعاب بتاعت بوكيمون الموجهة جدا دي حاجة بتحبوها أكتر؟ هل ده بيساعدكم في أنكم تلعبوا اللعبة بشكل ممتع أكتر، ولا ده بيقيدك وبيحسسك أنه لا أنا عايز أروح مثلا، أنت ليه عايز ناخد أروح الطريق ده، أنا ممكن أروح حتة تانية، زي مثلا في سكارلت وفايلت أنه ما بقاش في طريق محدد خالص الواحد المطلوب يمشي فيه. فأنا متحمس أسمع رأيكم في الموضوع ده، وتعالوا نشوف بيتر الستارتر بتاعنا كينجرا لأول مرة ينزل على أرض الملعب وقصاد التايرن. طبعا ده المفروض أنه هو روك ودراجن تايب، وإحنا نقدر نعمل عليه تويستر. هجمة دراجن تايب ضعيفة جدا جدا جدا، بس إن شاء الله تعمل دامج كبير على تايرنت زي ما أنتوا شايفين كادت أنها تخلص عليه، وهيرد علينا هو بشادو بون، مش هتعمل حاجة خالص. موضوع بس ان احنا كنا علمناه مادي واتر المرة اللي فاتت، دي حاجة انا لازم اتأكد منها ان شاء الله. عموما ادي اول بوكيمون او سوري اول مدرب في حلقة النهاردة هزمناه، وحنكمل مع بعض في طريقنا. المفروض ان احنا نقابل حد من الاشخاص من الاجيال السابقة دلوقتي حالا زي ما انتوا شايفين اهو واقف هنا. تعالوا نشوف الراجل ده عايز ايه. طبعا اللي منكم لاعب اظن كان في بلاك وايت ولا لا استنى كان في الجيل الرابع في سينو. A trial goer huh? And why would you be coming to a lonely odd place like this? انت ليه جاي المكان زي ده؟ فهنقول له ان انا عايز اروح اجري ورا تيم سكال، هيقول لك انا شايف السبب اللي جابك. طيب انا هخش معاك في مباراه، وانكل جريمزلي هو شكله هنا عجوز وشعره ابيض زي ما انتم شايفين is going to flip a coin، هنعمل توسه will it be heads or tails، فانا هقول له heads. يلا ملك ولا كتابه، هنلعب ملك ولا كتابه، هيطلع انه هو شوف بص التشويق والاثاره على لعبة ملك وكتابة. Astonishing. You just took a stab like some kind of prophet. Right now, you and your Pokemon are shining brilliantly. Shining brilliantly. لا يا شيخ. طيب اللي فهم طبعا الجملة دي يكتب لنا تعليق تحت. فبيقول انت واضح ان انت توقعت الموضوع صح، وبما ان هو خسر الكوين فليب او التوسة دي هيدلنا شاربيدو كرايت بوكيمون. وشاربيدو اهميته ان هو طبعا زي ما انتوا شايفينه بيشاور لنا
بيقدر يكسر الأحجار اللي بتسد الطريق. وطبعا احنا لو كنا ركبنا على ظهر لابرس وهوريكم دلوقتي الموضوع ده، هتلاقوا ان احنا ما نقدرش نتخطى الحواجز اللي هي زي الأحجار في المية دي. تعالوا بس الأول لو فتحنا واي من هنا وهتلاقوا شاربيدو جيت لما نبقى عايزين نبدل، هوريكم الموضوع ده. طبعا احنا كده كده ملناش انكاونتر لاننا اخدنا خلاص الانكاونتر بتاعنا، فانا ممكن اعمل ران هنا ونشغل الماكس ريبيل بتاعنا. فتعالوا نكمل طريقنا، اظن احنا على روت 15 باين حاجه زي كده، وهيقابلنا هنا مثلا ادي صخره من دول لو حاولنا نجري عليها مش هيحصل اي حاجه زي ما انتم شايفين. لابرس بس وظيفتها انها تنقلنا على ظهرها، وبرده ادي الطريق اهو مسدود ما نقدرش نتحرك، وده الطريق اللي احنا عايزين ناخده طبعا لتيم سكال. فاحنا هنبدل لشاربيدو جيت زي ما انتوا شايفين، لو دوستوا بي وانتوا على ظهر الشاربيدو ده هيقدر يكسر كل الصخور الكبيرة جدا اللي بتعترض طريقنا. وانا ما اعتقدش انه في اي حاجة ذات اهمية هنا برضو. هنا الريبال خلص، لا عايزين نشغله تاني. مين هنا؟ ايه ده؟ ده واحد من السيرفرز، من ال راكبي الامواج. راكبي الامواج، انا عايز اشوف بس لو في هنا ايتم مهمه كده ولا كده، فاحنا مضطرين ندخل في مباراه مع الاستاذ ده. ومره تانية طبعا حابب افكركم بسؤال حلقه النهارده، هل انتم بتحبوا رحلات البوكيمون الموجهه اكتر، اللي هو اللعبه موضحه لك خط سير معين تمشي عليه، ولا بتحبوا اكتر الحريه والعالم المفتوح زي ما شفنا في يعني يعتبر الى حد ما كان في Legends Arceus اول حاجه، وبعد كده كمان في طبعا Scarlet وVioleta على شكل كبير جدا. وبرده تقولوا لي لما كان عندكم Scarlet وVioleta اللي لعبها منكم، كنتوا فعلا بتمشوا على طريق محدد وملتزمين بانه لا انا عايز الاول امشي بالطريق بتاع الصح اللي هو اقدر اتحدى فيه اللعبه بشكل كويس؟ استنى كده اشوف تي ام سيمبل بيم وحشه قوي. ولا كنتوا ماشيين سبهلله كده ضياع؟ انا فاكر يعني في ناس كنت اشوفها حاولوا يوصلوا مثلا للجبل الثلجي في الاخر خالص، وده يعتبر اخر حته، ولكن حاولوا يوصلوا له قبل ما يخلصوا كل الاجزاء التانية في اللعبه، واتصدموا يعني صدمه عمرهم لما لقوا انه جروشا الفريق بتاعه كبير جدا جدا يعني في الليفلز. تمام، فبس احب اسمع منكم. عموما نرجع تاني على ظهر الشاربيدو، دي حاجة بصراحة من مميزات اللعبة انه هي فاكرة اخر رايد بوكيمون في المية كنا على ظهره كان مين، هل هو كان شاربيدو ولا كان اللابرس. الريبل بيخلص بسرعة قوي على ظهر شاربيدو زي ما انت شايفين، لان احنا بنجري بسرعة البرق. وبس احنا اظن نقدر نوصل هنا 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 هنا. ما كنتش عايز اخش في مباراة بس مش مشكلة، ودي مزيكا من المزيكا الخاصة ب Aether Foundation طبعا زي ما انت شايفين. بصراحة واحدة من قطع اسمها قطع موسيقى، هي يعني ميوزك بيس، القطع الفنية مش قطع الفنية، المزيكا ماشي، واحدة من المزيكا الحلوة. مش عارف افكر قوي. عموما هايتن ممكن نبدله شوية الفترة اللي جاية، لان هو يعني ليفل 41 برضو، ده ليفل كبير. ممكن اعمل روك سلايد. اهلا روك سلايد فوتت. وطبعا مستر مايم ما تنسوش ان هو فاري وسايكيك، الاثنين انواع قويه ضد الهايتن بتاعنا، فياريت بس ما يعملش فينا حاجه وحشه كده ولا كده. هيدينا عامل تريك، هياخد مننا ايه؟ هياخد مننا ال soft sand bane و muscle band، او هيدلنا hyper potion. كده كده اظن بعد المباراة كل حاجة بترجع تاني لما كانت عليه يعني. فادي مستر مايم، يلا السلامة، البس البيجامة. مستر مايم عنده special defense و special attack معقولين جدا جدا، ولكن الphysical defense بتاعه في الارض طبعا. فتعالوا نعمل هنا التبديل بتاعنا، نتأكد الاول انه muscle band معانا. ممكن نخلي مين في مقدمة الفريق؟ سلطان بقى شوية، سلطان شوية. طبعا أنا لسه يعني بحاول أدور على أي ماجا ستون خاصة بتشارزارد،
ونشوف الراجل ده هل هيدلنا اي حاجة مفيدة كده ولا كده. استنوا I don't know what to do, مش عارف يعمل ايه. It really loves staring contest. Staring بيقول لك البوكيمون ده بيحب ان هو يبحلق, او عارف اللي هي اللعبة بتاعت عيني في عينك واللي يضحك الاول هو اللي يخسر. فستارمي ما عندوش اصلا عينين, فبيقول لك يعني بيحب المسابقات بتاعت عيني في عينك دي. هيجي بقى قدام سلوبرو هنا. طبعا سلوبرو اساسا ايه واخد حاجه تقريبا مخليه معلي تمام, وهيقعد مبحلق طول الوقت ومبرق من غير ما يعمل اي رد فعل. خسر سبحان الله. ستارمي كسب برضو. طيب are you seriously still want to do staring contests؟ امال ايه؟ طيب هيبقى عايز ان احنا نخش مثلا في مباراه معاه او حاجه. اظن ان احنا المفروض نجيب له بوكيمون معين, والبوكيمون ده هو اللي هيهزم الستارمي في المسابقات بتاعه العيني في عينك دي. فاحنا هنسيب الراجل ده ونمشي اصلا اساسا. روت 16 احنا رجعنا هنا ولا ايه؟ لا لا احنا روت 16 دي حته جديده فعلا, وده معناه اننا نقدر نمسك بوكيمون جديد. فهنقفل الريبال هنا قبل اي حاجه. ناخد ستيكر ده معانا 43 ستيكر. اظن لو انا دوست ايه هنا صح, انا فاكر كويس هندخل اي نعم في مباراه, ولكن في تي ام المدرب ده او المدربه دي واقف كده يحرسها. فضد يانجستر كيندرا, مش كيندرا, كيندرا من غير الجي, مع سنوفر. طبعا سنوفر ضد ماجا ماتجراس. نقول له برضو يلا السلامة, البس البيجامة عادي جدا. هنعمل له واحدة عدد واحد ماتل كلا. برضو امتى يتعلم بقى حاجة زي اين هاد بقى, ولا حاجة من الحاجات الجامدة دي بتاعت ما علينا. ماجا ماتجراس اهو يلا يا سنوفر. سنوبر يعني مش عارف اقول لك ايه. انت جايب سنوفر ضد ماجا ماتجراس, يعني ده شيء يرجع لك. ادي التي ام ارجوك ريليك سونج. ريليك سونج معرفش هي بتعمل دامج ولا لا. ده اولا هي الهجمه الخاصه بتاعه طبعا مالواتا, بتعمل 75 دامج نورمال تايب, وبتخلي البوكيمون يغير الشكل بتاعه من البيروات فورم للنورمال فورم والعكس, اللي هو البرويتا يعني. بس هي نورمال تايب و سبيشال اتاك, ومفيش غير بس هايتن هو اللي ممكن يتعلمها, وهايتن فيزيكال اتاكر فما منهاش اي فايده في الوقت الحالي. كنتش هتخش في مباراه والله ضد الاستاذ ده, بس مش مشكله. يعني احنا النهارده حلقه هاديه شويه بعد طبعا البهدله اللي احنا تعرضنا لها الحلقتين اللي فاتت. كل حلقه من الحلقات اللي فاتت طبعا خسرنا واحد من بوكيموناتنا الغاليين جدا جدا للأسف. سيلافي هنقول ايه. كاكنيا ليفل 40. البوكيمونات يعني محتاجة تبدأ تتطور بقى. المفروض ان انا كنت مدي برضو تعليمات اثناء ما كنت بعمل الرام ده, ان المفروض من اول ليفل مثلا 40 او 36 البوكيمونات تبقى فولي ايفولد, كلها بوكيمونات متطوره. ده كومبي يعني, مش حتى فيسبيكوين. طيب ضد كومبي ممكن ننزل بتشارزارد شويه نبدل عشان نبقى شفنا وجوه جديده برضو في الحلقه بتاعه النهارده, ونبقى ملينا عنينا من شايني تشارزارد الجميل. ميل كومبي طبعا مش هيتطور ابدا, فاحنا هنعمل له فليم بيرست ونقول له ايه يلا السلامه, البس البيجامة ما تجيش هنا تاني يلا. شكرا يا عم كومبي, شكرين او ياسطا. روت 16 ناخد بقى البوكيمون بتاعنا في المنطقة العشبية دي ولا في المية, مش عارف. انا عن نفسي محتار. تعالوا ندخل بوكيمون سنتر علشان اول حاجة نشوف الاول. مفيش للأسف اي يعني مفيش غير بائع واحد بس, فهيبقى عنده الايتمات المعتاده. وهعمل هيلينج ونطلع نشوف قرار هنصطاد بوكيمون من الميه ولا من العشب. الصراحه قررت ان احنا خلينا في العشب احسن, وفي منطقتين عشبيتين او في يعني رقعتين من الحشيش في النقطه دي,
وفي النقطة التانية اللي علمين، بس احنا خلينا من علمين، ربنا يجعلنا كده من أهل اليمين، ولعل وعسى يطلع لنا حاجة عظيمة فنشوف كده. أولا شايني ولا لأ؟ للأسف مش شايني، بس بريفياري، وانتوا عارفين بريفياري قد ايه انا بحبه، فاحنا هنعمل ري انكاونتر وندعي ربنا ان هو ده اللي يطلع لنا. محاولة مرة تانية ونشوف حظنا هيطلع في ايه. بسم الرحمن الرحيم يا رب. بس هو طائر تاني، وعلى الاقل ده له ميجا، بس يعني احنا ما عندناش الميجا ستون بتاعة بيجيوت، بس ماشي يعني مش هنعترض. احنا اصلا فقدنا بوكيمونات كتيرة في الحلقتين اللي فاتت، هنرمي على البيجيوتو ده الكويك بول وان شاء الله تمسكه من اول محاولة. وانا عندي الاسم جاهز، اسم احد متابعينا الحلوين اللي بيسيبوا لنا تعليقات. بالفعل بيجيوتو هيتسمى على اسم اس هوك، وكان سايب تعليق لذيذ جدا بيقول: يا جماعة انا عندي سؤال ليكم، انتوا مش شايفين انه الرسومات في ثانية واحدة اجيلتي، لا مش عايزين شيء، مش عايزين نعلم اجيلتي، انتوا مش شايفين انه طريقة الرسم او شكل الشخصيات في لعبة سورد وشيلد احلى من سكارلت وفايلت؟ انا عايز اضم صوتي لصوت اس هوك واقول له اه انا معاك شوية. شكل الشخصيات يعني الاشخاص البني ادمين، واخد بالك معايا؟ حلو جدا وتحفة جدا، ولكن البوكيمونات بدون اي شك في سكارلت وفايلت احلى بكتير قوي، لانه هم مدين لهم التكستشرز الصح، مدين لهم الاشكال او عفوا الملامس دي، عارف يبان مثلا انه سفايبر عليه القشر بتاع التعبان، يبان انه ماجيكارب عنده قشر السمك، يبان انه تشينشينو عنده فروه، فاهم ازاي؟ فكل دي حاجات كانت بالنسبة لي فارقة جدا جدا. تعالوا نشوف مين واقف هنا بيتفرج على المادو اللي احنا فيه. اولى مادو ده: Oh my, if it isn't Bebam, where might you be off to? انت رايح فين يا ببعم؟ فهقول له انا رايح لتيم سكال، علشان طبعا افتكرت احنا عايزين نروح بو تاون علشان نوقف تيم سكال عند حدهم. فبيقول لك هم قد ايه بلطجية وحشين جدا، وطول الوقت بيزرعوا الرعب في قلوب البوكيمونات والبني ادمين. وبيقول له: بص عليا هنا، انا قررت ان انا اسافر لألولا لوحدي. طبعا بيتكلم على اسافر لان هو جاي من الايثر بارادايس، الجنه بتاعه ايثر دي اللي هم عاملينها، او روضه ايثر يعني زي ما احنا سميناها. وبيحاول يفكر في مشكله نيكروزما دي، that sort of noble dedication، هو قد ايه كان متفاني في ان هو مفروض يعني ضحى بنفسه علشان النور يسطع على اقليم ألولا، وزي كده ما انتوا عارفين الاسطورة بتقول. بس ما علينا، قصة اما عبرة بصحيح، اما قصة بصحيح. بس طبعا معنى ان احنا في اولى مادو وانه دي منطقة جديدة، يبقى ده طبعا معناها بوكيمونات جديدة، معناها نقدر نصطاد بوكيمون جديد ونضم لفريقنا بوكيمون تاني. بس طبعا مين البوكيمون ده لسه انا مش عارف، بس انا عايز اشوف الاول الطرق اللي تؤدي دي ليه. مثلا الايتم دي هتكون ريبيت بول. ريبيت بول مش حلوة طبعا، لانه ريبيت بول طريقة انها بتشتغل بيها ان هي بتبقى بوكيمون مسكته قبل كده. فنشوف الاول ان احنا معانا شالوس والوست، انا خبطت الميكروفون، الويست فورم شالوس او الويست سي شالوس، وده بوكيمون انا بحبه جدا جدا جدا. هنرمي عليه برضو كويك بول، اظن دي اخر كويك بول معايا، وطبعا نختار اسم من اسامي الناس الحلوة اللي بتسيب لنا تعليقات كالعادة، ونشوف المرة دي حظ مين هيجي مع الشالوس ده. هنلاقي الشالوس طبعا يتم اضافة البيانات بتاعته في البوكي داكس، وهيتسمى على اسم جيم كلاسيك. شكرا جدا لتعليقك، وبيتمنى انه القناة ان شاء الله توصل ل 3000 مشترك في اقرب وقت. يا ريت يا جماعة طول ما انتوا تفتكروا تعرفوا حد، صديق، قريب، اي حد شفته في الشارع لابس تيشيرت بوكيمون، قول له قناة بوكيمونية. فجيم كلاسيك هنسيبه دلوقتي في الصندوق، ولكن بنسبة كبيرة جدا جدا ان شاء الله ممكن نضيفه في الحلقات اللي جاية، لانه بصراحة جاسترودون
خصوصا لو معاها الابيليتي بتاعه اللهم صل على النبي ستورم درين، بتبقى حقيقي بوكيمون قوي جدا جدا. ستورم درين بتدي مناعه تامه ضد الهجمات المائيه، ومش بس كده كذلك بتخلي البوكيمون لما يتضرب بهجمه مائيه يحصل له او ياخد بلس 1 في السبيشال اتاك، السبيشال اتاك بتاعه يزيد بدرجه. فبصراحه بجد ابيليتي فوق الرائعه. هنا مباراه حاولت اتفاداها بس ما عرفتش اديكم يعني شايفين الكتروس. احنا واجهنا الكتروس قبل كده، واحد من التوتم بوكيمون، حتى بالاماره كان في الترايل بتاعه مش فاكر مين، بس عموما هنعمل له زين هبت ده كده كده يعني. فنقول له طك يلا السلامه. اوه مش هيلبس البيجامه، واو اوكي هيعمل ديسشارج علينا. الحمد لله ما عملتش يعني باراليسس، فده شيء كويس جدا ومريح نفسيا. وهنرد تاني بزان هيدبت تخلص على الالكتروس. نشوف هيبقى المدرب ده معاه بوكيمون كمان هيبقى شينكس، يعني من الكتروس لشينكس. طيب ضد شينكس ممكن ننزل ببوكي فان زون يعني برضو علشان نبقى بدلنا شويه في الفريق بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. بوكي فان زون بقى لها كتير قوي مختفيه، بوكي فان زون يعني كانت بتسيب لنا تعليقات بشكل مستمر، ولو هي سمعانا دلوقتي احب اقول لها بس ايه انت وحشتينا واتمنى تكوني بخير وبصحه وعلى ما يرام، ده اهم حاجه بالنسبه لي. عايزه بقى تسيبي تعليق ما تسيبيش تعليق، ده شيء يرجع لك يعني. عموما انا كان نفسي اوصل للستيكر اللي هناك ده، بس تقريبا احنا المفروض نروح له من الناحية دي مثلا كده. هجرب كده يعني، لو لقيت ان الموضوع هياخد وقت كتير وهيلخبطني. في هنا مدربة عايزة تعمل مباراة احنا هنحلق لها جامد جدا، وكده كده هنروح لليك اوف ذا مون، بس مش ده طريقنا على فكرة، ده مش طريقنا خالص. ولكن مع ذلك احنا ممكن نستكشف الحتة دي، احنا هنجيها يعني تاني في المستقبل ان شاء الله. علشان اكيد دي الحته اللي ننادي فيها على سول جاليو كده زي ما تقولوا. بس هنا في تي ام انا فاكر كويس، سلاج ويف. سلاج ويف هجمه مش وحشه، ولو حد زي كينجدرا مثلا بيتعلمها، كينجدرا يفتقر جدا الى الهجمات، فاحنا ممكن نعلمها له. تعالوا كده نشوف. المدربه دي مش هتستعمل مباراه الحمد لله، بس عموما يعني زي ما انتم شايفين انا مش قادر اوصل للطريق اللي هو يودينا للستيكر، فانا مش هتعب نفسي قوي اكتر من كده. نتاكد بس من سلاج ويف، نشوف مين ممكن يتعلمها. ولا حد برضو غير ماتاجراس. نكمل مع بعض في طريقنا على بو تاون وروت 17، معناها برضو انكاونتر جديد. ما شاء الله النهارده انكاونترز كتيره، وانا بشجعكم جدا يا جماعه تسيبوا تعليقات علشان انا ببقى محتاج الاقي اسامي ناس كتير في الكومنت سكشن اقدر اسمي بوكيمونات على اسمهم. طبعا انا لسه مشغل الماكس ريبيل زي ايه المتهور، بس الحمد لله ريبيل اهو مفعوله بيروح، وهنجرب يعني هل هيطلع لنا بوكيمون في المنطقه العشبيه الناشفه دي ولا في الخضره. نشوف الأول إيه البوكيمونات اللي ممكن تطلع لنا هنا. مونا للأسف. ليه كده؟ ليه بس؟ مونا إحنا مش مسكناها قبل كده؟ واضح إنه لأ. طيب دي آخر كويك وول بجد معانا، وهنرميها على مونا. ويعني أنا ما كانش نفسي والله، بس يلا معلش. نشوف مين هيبقى من نصيبه اسم البوكيمون ده، وهنلاقي ان مون لايت مون هو هيكون الشخص اللي يتسمى او البوكيمون ده يتسمى على اسمه. مون لايت مون شكرا لتعليقك. تعال نشوفه برضو تعليقه كان بيقول حاجة. هل أركيوس خلص دعمها؟ حسيتها قصيرة جدا ما أخذت كتير. والله يا أستاذ مون لايت يعني هي خلص دعمها من زمان، لأن هي برضو ما تعتبرش لعبة أساسية جدا زي مثلا سكارلت وفايلت أو زي سورد وشيلد أو كده. فيعني أتمنى أكون أنا قدرت أجاوب على سؤالك بشكل وافي. تعالوا هنا نشغل الماكس ريبيل على طول،
وممكن نبدل برضو ماتا جراس من بداية الفريق لحد زي سامر مثلا. لا استنى بلاش سامر، خلينا احسن مع كينجدرا، لانه احنا في منطقة او في طريق كله مطرة، اذا نقدر ان احنا يعني نستفيد من المطرة دي، وهجمات كينجدرا المائية هتبقى قوتها زيادة. تعالوا بس الاول نتأكد انه ما فيش هنا ايتمات. لا في ايتم اهي، لامينيد ممكن تساعدنا شوية في ان احنا نعمل هيلينج لفرقتنا. ممكن نلف من هنا، هنا في ايتم تانية نشوف هتبقى فول هيل برضو ممتازة جدا، كلها ايتمات مفيدة. نشوف برضو من هنا اظن الطريق، بالفعل نست بول هيلة جدا هيلة جدا جدا، وهنخش في مباراة ضد الاستاذة دي. ياريت يعني ياريت مباراة دي تعدي على خير علشان انا مش حمل اي خسائر تاني. فهندخل ضد امبريون يوزر معاه شيناتك، يعني هنبدل على طول لان دي جراس وفيري. يعني لو كان كينجرا بيتعلم سلاج ويف، لو كان بيتر بيتعلم سلاج ويف، كان زماننا قادرين نتخلص من الشيناتك ده في يعني وان هيت نوك اوت زي ما بنقول كده. فهننزل لسامر هنا رغم كل شيء، يعني هنعمل عليها وينج اتاك بقى، لانه الهجمات النارية زي ما انتوا يعني شايفين مش هتبقى قوية في وجود المطر، بتبقى قوتها النص دايما في وجود المطر على ارض الملعب. فهنا كونفيوز راي هيخلينا كونفيوز، دي حاجة مش كويسة، بس ان شاء الله سامر هيركز ويضرب نفسه. تمام شكرا قوي قوي سبور، يا حلاوة ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شكلنا كده هنضطر نستخدم الفول هيل اللي احنا لسه لقينه، لان احنا confused واسليب. يعني تحب تاخد ساعتي يا شيناتك، تاخد ساعتي يعني تحب ايه؟ طيب فين الفول هيل بس الاول؟ ادي فول هيل معانا واحد بس للاسف، هنستخدمه على سامر، ده هيشيل من عليه حاله الكونفيوجن وحاله النوم مع بعض الاثنين. سترينث ساب، سترينث ساب هتقلل من الاتاك بتاعنا بدرجة، وده مش كويس برضو لان احنا وينج اتاك بتاعتنا فيزيكال موف. نشوف ما عملتش دامج يذكر للأسف، وكونفيوز راي تاني. يا صبر ايوب، يا صبر ايوب، صبرنا يا رب. طيب انا هحاول اعمل الزي موف علشان برغم انها في المطر وكل حاجة، الا انه لو ضربت هنخلص على الشيناتك. ف معلش استحملوا معايا، بدأت أتخنق أصلي، يعني بدأت هنا أحس بإيه خنقة كده. ف زي موف بتاعت انفيرنو أوفر درايف علشان نخلص من شيناتك دي. طب يلا السلامة، البس البيجامة حتى لو في المطرة، حتى لو في المعرفش إيه، المفروض دي كفاية يعني. كريتيكال هيت كمان، يلا ماشي يا عم تشارزرد، ماشي يا عم سامر، شكرا. بنات هو البوكيمون اللي جاي، بنات وولاد. نننننننن وحش قوي، معلش معلش محدش يعمل انسبسكرايب. بيتر هنا ينزل على ارض الملعب، ونقدر نعمل اي هجمة مائية بقى معانا، زي مثلا بابل بيم، اظن هي الاقوى، فهنعمل بابل بيم ومش وان هيت نوك اوت برضو، مش مشكلة. امبارجو دي بتمنع ان البوكيمون يستخدم ايتم بالظبط، يبقى معاه الايتم بتاعته، مش مشكله، مش هتفرق كتير، احنا كده كده خلاص بنخلص المباراه. يلا السلامه يا بنات، البس البيجامه بنات، شكرا. تمام امبريون يوزر معهوش ولا امبريون بالمناسبه، يعني هو اسمه مدرب الامبريون. تمام اوه في تي ام، لا احنا نرجع بسرعه طبعا، يعني في محاوله رجوعي للتي ام مباراة برضو، فأنا هوريكم المباراة علشان ما تفتكروش ان انا بغشكم ولا حاجة، مثلا خسرت بوكيمون هنا خسرت بوكيمون هنا. يعني بيتشو مش بيكاتشو حتى او رايتشو، فاحنا مش هنبدل بصراحة، يعني لا يمكنك اخذ هذا البوكيمون على محمل الجد ابدا، ممكن ندلعه يعني فاهم. فنعمل بابل بيم برضو، نعمل بابل بيم دي مفروض انها هجمة معقولة يعني مش وحشة على بيتشو، فعلا كانت وان هيت نوك اوت. فادي اول بوكيمون، وتاني بوكيمون ايج سلاش
برضو هنخلينا ايدج ساش بوكيمون متطور اخيرا حاجه كده عليها القيمه فخمه يعني. تمام نعمل ضده بابل بيم برضو. كينجز شيلد الاول هتضرب ماشي مش هتفرق كتير. كينجز شيلد كده كده يعني ما احنا المفروض انه لما البوكيمون بيعمل تلامس مع الكينجز شيلد اللي هي عامله زي بروتكت بالمناسبه زياده انها بتقلل الاتاك بتاع البوكيمون بدرجه. فادي ايج سلاش هيعمل هجمه دلوقتي سيكريت سورد نشوف اتعمل دامج قد ايه بس الاول. لا نقدر نستحمل واحده كمان خصوصا لو ما عملش كينجز شيلد بس للاسف هيعملها. طبعا ايج سلاش واحد من البوكيمونات في الجيل السادس اللي اتقدمت كانت بجد خرافيه. الطريقه اللي البوكيمون ده بيشتغل بيها ان هو في الشكل بتاع الشيلد او الدرع بتاعه اللي احنا شايفينه قدامنا الديفنس والسبيشال ديفنس بتوعه بيكونوا عاليين جدا جدا في مقابل ان هو يقلل الفز يعني هو بيبدل الديفنس والاتاك والسبيشال ديفنس والسبيشال اتاك 140 نقطة في كل حاجة من الحاجات دي على حسب الفورم بتاعه. فحاجة بصراحة مبهرة جدا جدا. و 140 ده بعد ما تم اضعاف البوكيمون ده هو كان في الاول بيبقى 150 كمان. فحقيقي كان بوكيمون رائع جدا. ايج سلاش عمره ما كسب اي مباراة اي بطولة اظن يعني على الاقل بطولة العالم ما اعتقدش ان هو كسب بطولة العالم قبل كده. بس يمكن كل حاجة تتغير مع صدور لعبة بوكيمون ليجندز زد اي لانه ممكن يحصل على فورم جديد يحصل على ستاتس يعني افضل على هجمات جديدة في حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل تحسن من موقف ايج سلاش اللي هو مش وحش يعني بالمناسبة. فادي التي ام اللي احنا رحنا لها جادجمنت مش وحشة ولكنها يعني الفكرة انها بيختلف التايبينج بتاع الهجمة دي على حسب الار سي اس بليت اللي بيبقى البوكيمون ماسكو. هنا اظن لو عملنا كده نقدر نلاقي ستيكر. تمام برافو عليك يا بروف ذاكرة كويسة جدا كويس قوي. وهنوصل اخيرا لبو تاون بس قبلها نتأكد انه مفيش اي تي ام ولا ايتم هنا ولا هنا. طيب يعني في بوكيمون نهزم البوكيمون ده بسرعة وناخد الباريز ونخش على بو تاون. يعني عايز احصركم معايا انه البوكيمون اللي طلع في روت 16 في الباريز هو ديسيديواي وشايني. فمعلش يا جماعة سامحوني للأسف احنا مضطرين ان احنا يعني نقضي على البوكيمون ده لانه مش من حقنا نمسكه. فيلا امرنا لله. اخيرا نقدر نوصل مع بعض البو تاون. اول ما نقرب على البوابة بتاعتها هنقابل الجرانتس بتوع تيم سكال طبعا وهيحاولوا يمنعونا اظن من الدخول وهيقولك ايه ده انت معاك الزي رينج ازاي. طب لا تعالى بقى ايه خش في مباراة ورينا قوتك هل انت فعلا تقدر تدخل المنطقة الخطيرة جدا دي لانها مليانة باعضاء فريق سكال وعاملين قلق شديد قوي بصراحة. ما شاء الله افلاج واوكسي افلاج واوكسي. طيب افلاج كارثة كبيرة جدا وبالخصوص لحد زي بوكي فان زون. فيمكن هنوجه كل هجماتنا على الافلاج ده بليف تورنيدو وكمان البابل بيم بتاعتنا لانه افلاج معروف ان هو عنده سبيشال ديفنس ضعيف جدا زي ما انتم شايفين. فاحنا هنتخلص منه اول واحد بالسبيشال اتاكس بتاعتنا لانه مش هقدر اسيبه يهجم على البوكي فان زون بتاعتنا. فادي اول بوكيمون تخلصنا منه وفيوتشر سايت هيتم تنفيذها على الناحيه اللي فيها بوكي فان زون برضو ولكن ان شاء الله الهجمتين الجايين دول يقدروا يتخلصوا برضو من الاوكسي ده. في انديور هنا هتحصل عليه طبعا انديور حتى لو الهجمتين دول يقدروا يتخلصوا من الاوكسي وده شيء صعب جدا لان عنده دفاعات عاليه جدا. ده طبعا مش هيحصل بسبب هجمه انديور هيفضل على واحد اتش بي يستحمل الهجمه. انا هبدل بوكي فان زون لان انا معرفش قوه الفيتشر سايت اللي هتنزل علينا دي قد ايه وممكن ننزل لسلطان على اساس ان هو يقدر يستحمل الهجمه بتاعت فيتشر سايت كواد ريزيستنس اربع يعني او ربع بقى القوه بتاعه الفيتشر سايت هتحصل علينا بسبب الستيل والسايكيك تايب بتاعنا. بس الحمد لله اوكسي ما عملش انديور تاني ونقدر نتخلص منه
ونقدر نتخلص كمان من الاثنين مدربين اللي هم واقفين عاملين قلق على بوابة بوتاون. وهندخل مدينة بوتاون أخيرا ونشوف بقى المنظر جوه عامل ازاي. طبعا مدينة محتلة من فريق بلطجية, أكيد 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 الدنيا منظر جوه ما يسرش. فيوذر بوي طبعا دانانو هيجي دلوقتي يتكلم معانا. أظن أول مرة بنشوفه في اللعبة ولا إيه؟ seems to me you're trying to get into Potan. واضح أن أنت بتحاول تدخل مدينة بو. ففكر كويس هل أنت جاهز تواجه تيم سكال ولا لأ والكلام ده. You really think you're ready for that. أنا جاهز يا سيدي, أنا جاهز. I guess everyone has their own, مش عارف إيه. I've got my reasons too for doing what I do. أنا عندي أسبابي برضو للي أنا بعمله. I'll have them let you in. أنا هبلغهم إنهم يسيبوك تدخل. If you don't make it, I'll be sure your remains at least get back home. لو أنت معرفتش تنجو بحياتك هتأكد على الأقل إن بواقيك ترجع لبيتك تاني. كلام يخد قوي بصراحة. فادي المنظر بتاع بو تاون طبعا زي ما قلت لكم المحتلة دلوقتي من فريق سكال, ومنظر يعني ايه حزين شوية. What's this numbskull doing here? الواد ده بيعمل ايه هنا؟ فيقول له سيبك منه كده كده احنا حاطين الصدادات والموانع دي انه الولد ده يدخل, ولكن طبعا احنا هنلاقي طريقة ان احنا ندخل بيها بدون علم فريق سكال. بس قبل اي حاجة دايما انتوا عارفين احب ابص حواليا لان في ايتم هنا ماكس ريبل ملهاش لازمة, احنا معنا شبه عدد لا نهائي من الايتم دي. وطبعا لو مشينا بس لو كلفنا خطرنا ناحية الشمال هنا هنلاقي فتحة في الجدار نقدر من خلالها نتسلل لمدينة بو. فادي اهو في طبعا الاول ستيكر عايزين نجمع كل الستيكرز فيه, وستيكر تاني كمان على اليمين. الشباب هنا طبعا بتوع تيم سكال هيتفاجوا, ايه ده انت دخلت هنا ازاي؟ هلا هلا تعالى بقى نخش معاك في مباراة يلا. بس انا بحب قوي طريقة التشويح بتاعتهم دي بصراحة, طريقة ايديهم دي وحركات ايديهم. ماتاجروس, ميجا ماتاجروس يواجه ميجا ماتاجروس ولا ايه اللي بيحصل ده؟ يا نهار ابيض. اوكي مفاجأة غير سارة اطلاقا الصراحة. هنعمل ايه ضد البتاع ده؟ طيب انا مش هبدل بصراحة, هحاول اعمل بابل بيم. يعني ريك كان معانا مادي واتر هنا كان يمكن تساعدنا شوية. فواضح ان كلام نانو فعلا صحيح, سكاري فيس هتشتغل علينا وطبعا هتقلل من السرعة بتاعتنا. بس انا ممكن ابدل هنا لسلطان علشان نبقى شفنا ماجا ماتاجروس ضد ماجا ماتاجروس. بجد دي لحظة نادرة جدا في اللعبة. وشايني طبعا احنا معانا الشايني, اكيد اكيد معانا الشايني يبقى احنا اللي هنكسب يعني. فزان هيدبت هتضرب علينا هنا, وبجد مشهد لذيذ جدا جدا. انا هعمل بيرسوت ضد الميجا ماتاجروس ده. هل هتبقى كفايه انها تخلص عليه؟ لا طبعا سكاري فيس هتضرب علينا, وبجد يعني مشهد لذيذ قوي, مشهد لذيذ قوي قوي. ممكن نسيب كده لقطات علشان نقدر نستخدمها للثامنيل بتاعتنا طبعا, واعمل الحلوه اللقطه اللي فاتت دي والله العظيم. هعمل بيرسوت تاني نخلص على الميجا ماتاجروس بعد ما عمل زن هبط علينا الاول لان هو عمل سكاري فيس وقع من سرعتنا, ولكن بيرسوت المفروض تخلص على باقي الاتش بي على ميجا ماتاجروس اللي قدامنا. وبجد لقطه جميله جدا جدا, حاجه اظن ما حصلتش قبل كده ان احنا نواجه الميجا بتاعنا او يعني واحد من الميجا من فريقنا قصاد ميجا من الفريق المضاد يعني. فتمام خلصنا على المدرب ده وقال لك ايه انا خلاص مش عارف اعمل حاجه. في مدرب تاني يعني فاضيين قوي تيم سكال دول, كل ما حد يشوفك يقول لك يلا مباراه. ماشي سيدي فيريزيان المره دي. اوكي كويس كويس انا مبسوط يعني مستوى البوكيمونات زاد اهو, ميجا وراء بوكيمون اسطوري. بس برضو احنا هنبدل هنا ضد فيريزيان, اكيد هنزل بسامر لانه اي حاجه فيريزيون عايز يعملها ضدنا سواء فايتنج او جراس يعني هنقدر نستحملها. وكمان احنا معانا هجمات فلاينج تايب ودي بتبقى كواد افكتيف على البوكيمون ده. سوردز دانس دي حاجه خطيره جدا لانه في العادي البوكيمون ده بيتعلم حاجه زي ستون ايج او روك سلايد, ولكن احنا هنسبق بالوينج اتاك بتاعتنا. وكانت كفايه بالفعل ان احنا خلاص على فيريزيون.
قلبي وقع في رجليا لمدة لحظة انه ممكن يعمل حاجة زي روكسايد او ستونج وساعتها هنخسر سامر حبيبنا، ولكن الحمد لله ما اضطررناش لحاجة زي كده. وادي الاثنين مدربين اللي كانوا معترضين طريقنا تاني جوه مدينة بو خلصنا عليهم. تعالوا ناخد الستيكر ده، وطبعا 47 توتم ستيكر كويس قوي. ولو دخلنا البوكيمون سنتر بتاع المدينة دي هتشوفوا انه حالته بالبلة. هيقول لك ready for fly rhymes in your ear yo but yo what are you doing here yo، انت بتعمل ايه هنا؟ الدنيا هنا ظلمة، هنا هنا دارك رايم مش دارك يعني، ومعرفش ايه الكلام ده. ف هيقولوا السبين ده تصرف انت مع الدخيل ده ومعرفش ايه، بس طبعا احنا مش هنخش في المباراة، ولكن بيقولوا لنا لو عايز تعمل هيلينج لفريقك ادفع 10 بوكي دولار. طبعا 10 بوكي دولار دي فلوس لا تذكر يعني، ملهاش اي قيمة. فعلى الاقل عملنا هيلينج لفرقتنا، وفي توتم ستيكر ورا هنا نقدر نحصل عليه برضو تاني. الاستاذ ده يعني ايه سدد الطريق لي. 48 توتم ستيكر، 12 ستيكر كمان ونحصل على توتم بوكيمون جديد. ولكن انا اعتقد ان احنا هنختم الحلقة بتاعتنا هنا. الحلقة الجاية هنكمل استكشاف مدينة بو ونشوف تيم سكال عملوا فيها ايه، ونشوف البوكيمون اللي هم سرقينه ده لازم نسترده طبعا من الحلقة السابقة. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، ولو ده حصل ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. لحد اشوفكم في حلقة جديدة على قناة بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبان بقول لكم سلام.